السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متابعي القناة الكرام. اليوم إن شاء الله نتكلم على موضوع جدا مهم دائما ما ينسأل عنه، يعني اللي هو كيف أتعلم عمل تطبيقات الأندرويد، كيف أكون مطور أندرويد محترف. طبعا هذا السؤال ينسأل دائما وكل أجوبة عليه، وأحيانا أجوبة ما واقعية وأحيانا أجوبة معقدة جدا بحيث يوديك على عشرات الدورات. فهنا اليوم إن شاء الله راح تعرف الأسلوب الحقيقي الصحيح إنك تكون مطور أندرويد محترف، لكن طبعا يتطلب منك عدة متطلبات. شيء هيكون لازم عندك تعرف اللغة الإنجليزية، يعني من الموقع عندما تسمع الدورة وتشاهد الدورة على الأقل تكون تفهم أي شيء منه، يعني تفهم فوق 70% من الفيديو. هذا الشيء جدا مهم. يعني أيضا تحتاج إلى تفرغ تقريبا، يعني ما أقول تفرغ تام لكن تفرغ نوعا ما، يعني عندك يكون، لأن الدورة طويلة وما قليلة، يعني تحتاج متابعة وتحتاج تطبيق وتحتاج عمل تطبيقات أيضا. وثالث متطلب وأهم شيء هو إنك أنت حتى لو كنت تعلمت لغة الكوتلن، أنت تتعلم يعني تطبق بلغة الكوتلن ماكو أي مشكلة. يعني إذا تتعلم لغة الكوتلن كنت تعلمتها فأنت تطبق بلغة كوتلن ماكو مشكلة، لكن الكورس اللي احنا الموجود هو بجافا، لغة الجافا وليس لغة الكوتلن. طبعا كمتطلبات انت عادة تسمع انه يقول لك انه اذا تريد تكون مطور اندرويد لازم تتابع دورات جافا بالبداية او دورات كوتلن وتكملها، وبعدين بعدين تدخل مجال الاندرويد ستوديو. هنا ما يحتاج منك هذا الشيء، انت اذا ما كنت تعرف لا لغة الجافا ولا تعرف لغة الكوتلن انت بكل سهولة ممكن تدخل هذه الدورات هنا وتكون محترف بدون ما كنت برمجت اي شيء. دورة راح تطبق مباشرة على الاندرويد ستوديو، وتكون يعني دورة طويلة، هي ليست قليلة، بها عدة مستويات. يعني مبتدئ بها تقريبا 5 دورات، بعدها المتوسط بها عدة دورات أيضا، بعدها المتقدم أيضا بها عدة دورات. طبعا الدورات اللي راح أتكلم عليها هي الموجودة على موقع اوداسيتي. موقع اوداسيتي طبعا موقع جدا مشهور، يعني الكورسات اللي راح أذكرها هي مقدمة من موقع اوداسيتي مع جوجل، يعني شركة جوجل هي اللي مقدمتها عن طريق موقع بالتعاون مع موقع اوداسيتي او منصة اوداسيتي للتعليم الالكتروني. فانت كيف تصل هذه الدورات بالبداية؟ شوف يعني بسهولة، يعني ما بيها اي صعوبة، فقط اكتبه الجوجل اوداسيتي اندرويد، فقط اكتب هاي الطريقة. شوف هنا هذا الرابط اندرويد كورسز اوداسيتي، اوداسيتي الكورسات المتعلقة بالاندرويد بالذات، لان اوداسيتي بيها عشرات الكورسات. شوفون انت عندك عدة خيارات تظهر لك كل هاي الدورات. عندك هنا من اليسار اكو عندك انواع الدورات، نانو ديجري بروجرام وايضا فري كورسز. النانو ديجري بروجرام هذا مدفوع، فاذا تريد النانو ديجري بروجرام طبعا هو اكيد افضل. النانو ديجري بروجرام حتى يعطيك شهادة، يعني شهادة معترف بها، لان يدرسك بطريقة بحيث انك ما تترك اي شيء. فنانو ديجري بروجرام لكن مبالغ ليست قليلة يعني. وعندك فانت تريد، اذا تريد فري مثلا فراح تضغط كبر على فري، بينما اذا ما تريد هسه حاليا شوف مثلا نانو ديجري هنا، شوف هذا مثلا بيجنر للمبتدئين، هو يقول لك المستوى اللي انت بينه. فهذا اندرويد بيسك نانو ديجري باي جوجل بيجنر مبتدئين. شوف اذا دخلت علينا شوف يقول لك انرول ناو، هذا مدفوع، فتضغط انرول ناو شوف يقول لك $199 بالشهر، شهريه $199، يعني ليست الدوره كلها، يعني الدوره ممكن تطول بها يعني بحسب ما، حتى يقول انه ممكن يعني تحصل عمل عن طريقه، ما اعرف كيف بالضبط. ايضا مثلا هذه الاخرى انترميديت متوسط ايضا نانو ديجري ايضا مدفوعه، شوف ايضا تسجيل بها. شوف هنا يقول لك ممكن هي ايضا $199 بالشهر، لكن يقول لك عاده تطول كمتوسط 8 اشهر، فاذا تريد تدفع مقدما مباشره هي $1199 الكلي، يعني الدوره هي بالشهر 199، تتكملت قبل بعد افضل، لكن يقول لك عادة كمتوسط انه يطول بيها 8 اشهر لهذه الدورة. طبعا هاي الدورات احترافية يعني، لكن احنا عفنا من هذه، احنا نتكلم اكثر شيء عن المجاني. فهون تضغط فري كورس، تضغط فري، تضغط ايضا اختار المستوى اللي تريده انت، مثلا هنا بالبداية بيجنر فتقول له بيجنر. شوف حتى حاليا البحث فقط عن هذول الفري والبيجنر. شوف اول شيء حتدخل الدورة هي هذه اندرويد ديفلوبر فور بيجنر، فهذه راح تدخل بيها وتسجل بيها بكل سهولة، يعني ما بيها أي مشكلة، فقط قل ستارت فري كورس هنا، بعدها تحتاج تدخل بحسابك بجوجل وانتهى الأمر. إذا دخلت شوف هنا دخلت بحسابي بجوجل، أو تدخل بتعمل لك حساب على أوداسيتي أنت حسب اختيارك يعني، أو بالفيسبوك أو بأي طريقة تريد.
فشوفوا هاي الكورسات الموجودة هنا، مثلا البداية أول يجي مقسمة فباي الطريقة هي كلها، طبعا شرح فيديوهات وأيضا أكو كتابة حسب الشروحات اللي يحتاجوها. يبدي معك من الصفر بدون ما تحتاج أي شيء، تحدد الفري والبيجنر. شوف أنت تأخذ هذا مثلا البداية إذا كنت ما تعرف أي شيء، بعدين هذا يوزر إنبوت، بعدين مالتي سكرين آب، كل وحدة هذه دورة واحدة يعني كلها مجانية. شوف بعدين نتورك، بعدين داتا ستورج، ممكن تدخل دورات جافا إذا تريد، لكن ما يعني ما شرط إنه ممكن تدخل أندرويد مباشرة. أنت هو يعلمك يبدي من الصفر بجافا وبالأندرويد كله. ممكن إذا خلصت هذوي مثلا كلهم بعدين تيجي تريد انترميديت متوسط، فقط اضغط متوسط هنا، امسح الانترميديت وأيضا فري. شوف هنا كل الدورات المتوسط يعطيك هي، شوف هاي هنا الديفلوبمنت أندرويد آب انترميديت المتوسط أيضا مجانية. عدة دورات اكو، إذا تريد متقدم أيضا ادفانسد هنا وأيضا فري كورس. شوف هاي الدورات الأندرويد ادفانسد أندرويد آب، هذه فور ادفانسد. فطبعا ممكن انت تتجاوز يعني بسهوله يعني، يعني ممكن اكو يتصور نفسه انه هو متوسط او يتصور نفسه انه هو متقدم، فهنا ما ممكن يعني تختبر نفسك بهاي السهوله يعني. يعني انت اذا كنت ما كنت كملت المبتدئ وجيت على المتوسط ما راح تفهم اي شيء يعني، يعني راح تتعب بالدوره وراح تطبق كل شيء ما راح تفهم يعني مستحيل. يعني المبتدئ عنده منه بالدوره يعني يعلمك كل شيء تقريبا يتعلق بالاندرويد، لذلك لازم تدخل الدورات كلها يعني حتى تكون يعني ما ممكن تجي على ادفانسد مباشرة، والا فما راح تعمل اي شيء يعني جدا صعب يعني. طبعا هذا الخيار هو الموقع، هذا افضل شيء انا اقول لك الطريقة يعني افضل طريقة انك تكون مطور اندرويد محترف يعني، يعني بحيث يعلمك كل شيء ما تحتاج اي شيء غيره بعد. وممكن طبعا بكل سهولة مثل ما قلت لك اذا انت كنت تعرف لغة الكوتلن او كنت درست لغة الكوتلن، ممكن بكل سهولة نفس هاي الدورة تطبقها بلغة الكوتلن بكل سهولة يعني. خاصة إذا كنت تعرف جافا أيضا، هو أيضا راح يعلمك جافا هنا، فما راح تفرق عندك يعني، يعلمك جافا حسب احتياجك بالأندرويد، كل ما تصل خطوة يعلمك الشيء المتعلق بها بجافا، كله يعلمك إياه، يعني اعتبر إنه أنت صفر بالبرمجة، أنت ما تعرف تبرمج أي شيء يعني. لذلك الدورة جدا سهلة يعني، إذا مشيت بها من البداية جدا سهلة يعني راح تكون عليك. وأيضا طبعا أكو موقع أيضا لا يمكن تستغني عنه يعني، أنت إذا معلومات إضافية أيضا الدورة معتمدة عليه، اللي هو فقط تكتب أندرويد ديفلوبر. اندرويد ديفلوبر هنا، اندرويد ديفلوبرز، شوف هذا الموقع من اندرويد، تجي على ديفلوب، شوف هنا يعطيك عدة يعني كل اي شيء تحتاجه هنا، تريننج مثلا حتى يوديك للدورة. هنا اكو الدورة اللي بيودستي نفسه اللي ذكرناها من المبتدئين المجانية، ممكن تدخل عليها من هنا ايضا. وايضا هنا طبعا يجيك يعطيك عدة امور، فهذه يعطيك بها اي كل الكلاسات اللي تحتاجها، كل الامور اللي تحتاجها بالاندرويد موجوده هنا بالاندرويد ستوديو. يعني تبحث هنا ايضا يبحثك بكله، مثلا تحتاج مثلا تحتاجه مثلا كلاس مثلا اساين تاسك، فقط تكتب اسم الكلاس تظهر كل النتائج عنه. تضغط على واحد مثلا شوف يظهر لك كل شيء، كيف تستخدمه وكيف الامور اللي بينه وحتى امثله علينه، كل شيء تحتاجه موجود، الخطوات اللي كيف تعملوا بيها، فاي شيء تحتاجه موجود هنا. فهذه طبعا افضل طريقه انك تتعلم بها الاندرويد. يعني انت اذا تجي مباشره راح تعمل تطبيقات، راح تبدي بالتطبيقات راح يكون جدا صعب المسألة عليك، لذلك راح تشوف نفسك انك تطبق لكن ما راح تفهم. انت تقول اللي هي ما صوتك ايضا، انت ما المشكله ما بس بيك، المشكله ايضا بالدورات، خاصه الدورات العربيه يعني فقط يطبق يحاول بدون ما يشرح لك كل الاساسيات الموجوده يعني. يعني يجي مثلا على الكلاس الاساين تاسك مثلا يجي يطبقه، ما يشرح لك هو كيف يعمل نظريا، انت ليش تحتاجه وايش الدوال اللي تحتاج بين العمليات. فلازم انك تفهم الامور من الصفر بالكلاسات حتى تطيق تطبقها. فالموقع داستي الكورسات اللي ذكرتها قبل قليل متعاون مع شركه جوجل تشرح لك هذه الامور بالتفصيل الممل. وايضا تدخل الى هذا الموقع اللي هو الديفلوبر، هي ايضا ضمن الكورس يعني، يدخل الموقع يعلمك كيف تبحث بين، ويقول لك ابحث بهاي الطريقه، هو ايضا يبحث ويجيب الكلاسات، يجيب الامثله كوبي بيست، احيانا بالجيت هاب يعطيك امثله، او ليس احيانا دائما يعني يخلي امثله بالجيت هاب انت تتحملها وانت تعدل عليها وتطورها وتكملها يعني حسب ما يشرح لك اياه هو. فيعني جدا رائع، وهذا الامر اللي يخليك تكون محترف بصوره حقيقيه بالاندرويد ستوديو. اتمنى يكون هذا مفيد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.